الحكومة الفرنسية تفرض غرامة مالية بقيمة 25 مليون يورو على شركة أبل بسبب آيفون. تعرف على المزيد من خلال الفيديو، لكن لا تنسى عمل اشتراك في القناة، وضع لايك للفيديو، وتفعيل جرس الإشعارات. أعتقد منذ فترة طويلة أن شركة أبل تتعمد إبطاء هواتفها الذكية عن قصد عندما يقترب موعد إطلاق هواتف آيفون الجديد. قبل نحو عامين أقرت شركة أبل بأنها تتعمد إبطاء هواتفها آيفون القديمة، لكن الأسباب التي كشفت عنها الشركة كانت معقولة إلى حد ما. وافقت شركة أبل على دفع 25 مليون يورو للحكومة الفرنسية كغرامات عقب التحقيق الذي أجرته بشأن الشكاوى التي تفيد بأن مستخدمي آيفون لم يتم إبلاغهم بأن تحديثات iOS 10.2.1 و iOS 11.2 ستؤدي إلى إبطاء أجهزتهم القديمة بسبب عدم إعلام عملائهم. تم اتهام الشركة بالممارسات التجارية المضللة والإهمال. تقدر الإشارة إلى أن شركة أبل كانت تواجه العديد من الشكاوى، فهناك بعض الجهات التي تتهم شركة أبل بإبطاء هواتفها آيفون عمدا لدفع العملاء من أجل الترقية إلى هواتفها الذكية الأحدث، حين تقول الجهات الأخرى بأن شركة أبل كانت تعرف بمشكلة البطارية ولكنها لم تقم بأي شيء لإصلاحها. قامت به شركة أبل منذ ذلك الحين تخفيف من تداعيات هذه الأزمة هو إطلاق لبرنامج استبدال البطارية، وقد خفضت الشركة سعر استبدال البطارية الهواتف المؤهلة من $79 إلى $29. لا تزال شركة أبل تنفذ هذه الممارسة، لكنها توضح بشكل واضح ما إذا كان يحتاج الهاتف إلى إبطاء سرعته، وتمنح العملاء خيارا في إعدادات لتعطيل هذه الميزة تماما.